الخبير الزراعي سلطان السويدي تربى في بيئة تشجع على حب الأرض والزراعة من يومه صغير، وتعلم أول دروسه في رعاية الأرض بين حقول والدته اللي كانت دوم مكان المفضل ومصدر إلهامه. من هني انطلقت رحلته مع الزراعة يوم شاف كيف تثمر الأرض بيد المحبة والرعاية، ولما كبر قرر يعيد لها جزء من هالمحبة واشتغل بجد واجتهاد على إحياء أرض والدته الطيبة ليحولها بعدين لمزرعة سلطان السويدي الإنتاجية. هذه مزرعة الوالدة الله يحفظها. المزرعة عندنا من 30 سنة، وزمان تعرف الوالد والوالدة يجونها كانوا يزرعون الطماط أيام الشيخ زايد الله يرحمه، وبعد الطماط يا الرودس الحشيش. طبعا الوالدة تشتغل كانت والوالد شغال، وأنا الولد الوحيد في البيت، وبعدني تعرف ذيك الأيام بعدني صغير. جيت من 6-7 سنوات قلت يا أخي ليش ما نحيي المزرعة مرة ثانية؟ المزرعة موجودة ونحييها ونزرع فيها ونتابعها. ورجعنا جينا شفنا المزرعة، أسسناها من البداية من الصفر. بداية حرص سلطان على تأسيس شركة ري حديثة ومستدامة تتناسب مع احتياجات المزرعة والتربة، فطور نظام ري دقيق يوصل الماء لكل زاوية بالمزرعة دون هدر، مضيفا لمسة الخاصة لضمان استدامة الزراعة. وبالإضافة أسس سلطان بيوت شبكية وبيوت بلاستيكية تحمي النباتات من العوامل الجوية وتوفر بيئة مثالية للنمو حتى في أيام الصيف الحارة. أما التربة فعطاها حقها في التحضير وخلطها بالسماد الطبيعي لتكون غنية بالعناصر الغذائية وتدعم إنتاج محاصيل صحية وقوية. يعني نحن شوي عندنا العناصر ضعيفة في التربة، فالأسمدة الطبيعية حطينا اهتمينا زدنا فيها أسمدة طبيعية، وجهزنا الأرض شبكات ري حديثة اللي بالتنقيط، وزعنا المحابس على أساس أنه يعني نزرع ونرتب، وعلى يعني بيكون بتنظيم، عرفت؟ يعني نزرع شيء مثلا مثال الكوسة، نزرع كوسة شهر قبل لا نشيل القرل عنها نزرع كوسة ثانية عشان يكون متواصل عندنا طول الموسم. وتعاون سلطان مع شركة سلال اللي قدمت له الدعم التقني وساعدته في تطوير خطط الإنتاج. الشركة كانت ترسل له مهندسين زراعيين بشكل منتظم يتابعون المحاصيل ويتأكدون من خلوها من الآفات. هالدعم خلى مزرعة سلطان تعتمد على أحدث الوسائل الزراعية وتعكس التزامه بتوفير إنتاج عالي الجودة ومستدام. عندنا شركة سلال جزاهم الله خير داعمينا بالتكنولوجيا وداعمينا مهندسين، تقريبا في الأسبوع 2-3 مرات يجينا يزورنا ويعطينا التوصيات، مسوين لنا نظام جديد على الموبايل، كل شيء تباع على الموبايل، سوقت اليوم بالتسويق بالأسعار
توصيات المهندس لما يجي يزورك يحط لك إذا في آفات فيها الصور كل شيء على الموبايل عندك. كل سنة نحاول نرفع من كمية التوريد، يعني قبل 3 سنوات كان التوريد عندنا 120 طن في السنة، الخطة اللي بعدها رفعتها وصلتها 175 طن، السنة هاي اللي راحت وصلنا 217 طن. فكل سنة نحاول ان نطور ونحسن في زرعنا ومحصولنا، والحمد لله جودة الثمار عندنا جدا ممتازة. في أولى جولاتنا في المزرعة شفنا سلطان ويا ولده يتجولون بين المحاصيل، صورة تعكس حبهم وشغفهم المشترك بالأرض، وتعرفنا على زاوية زراعة الباذنجان اللي زرعوه في طرف المزرعة لجذب الحشرات، فكرة ذكية من سلطان تحمي باقي المحاصيل. كان حرص سلطان على الباذنجان واضح، خصوصاً إنه يبدأ يزرعه في بداية كل موسم ويقطفه أسبوعياً لنهاية الموسم، ويستخدم نظام رش الأدوية المعتمد في الإمارات لضمان سلامة المحصول. اليوم عندنا الباذنجان زارعين تقريباً 8000 شيرة بمساحة 3000 متر مربع، يمكن 3 دنم. الباذنجان جاذب للحشرات هذه، فأنا دائماً الحين أزرعه في زاوية المزرعة، أبعد عن المحاصيل الثانية وأحط ساتر عليه عشان لا ينقل أو تعرف يقعد. بعدين مسوي له جدول رش، منها وقائي ومنها طبعا من الأدوية المعتمدة عندنا في دولة الإمارات، تقريبا شبه أسبوعي الرش، وكل مرة نرش نوعية ثانية، يعني مش نفس النوع، لأن إذا رشيت نوعية ثانية لازم تختلف عشان الذبابة والعناكب ما يكون تعود على الدواء، فلازم تبدل في الأدوية. عندنا هذا ما شاء الله الباذنجان زارعينه نوع أرلين، زرعناه بداية 9 وإن شاء الله الإنتاج بيكون في أول 11 لأنه ياخذ شهرين، ويكملنا على الموسم كامل لين شهر 4 أو 5 على حسب عنايتك في شيرة الباذنجان. طبعا الباذنجان يفضل يكون في زوايا المزرعة أو بعيد عن المحاصيل الثانية لأنه يجذب الذباب ويجذب العناكب، فعشان ما ينتقل إلى أماكن ثانية فتحاول تخليه في زاوية وتغطيه، طبعاً تسوي له نفس السور عشان لا ينقل معك. ودائماً عندنا العمال يوم يشتغلون في الباذنجان ما يدخلون في محصول ثاني، يصيرون يا يبدلون ثيابهم وينفضونها أو بيكون في تعقيم لهم بعدين يدخلون على المحاصيل الثانية، ونحن دائماً نفضل ان اخر شغلتهم قبل لا يعني يرجعون للغرف يكون في الباذنجان. الباذنجان ما شاء الله النوع الارلين على حسب مواصفات الباذنجانه هاي المرغوبه فيها هني في دوله الامارات. طبعا من توصيات عندنا شركة سلال اللي هي تاخذ عنا المنتجات ودعم المزارعين، فالنوعية هاي اللي نصحتنا فيه. طبعا الباذنجان شغله يباله عناية والتعزيق، أهم شيء تهتم في الشيرة، من تهتم فيها إن شاء الله أنه تعطيك المحصول الطيب.
وانتقلنا لمنطقة زراعة الكوسة، وشفنا اهتمام سلطان بتغطيتها بالقماش الأبيض لحمايتها من الفيروسات والآفات، وكان يعتمد في التلقيح على النحل الموجود بالمزرعة اللي يلعب دور مهم في تعزيز الإنتاج. الكوسة تاخذ تقريباً 35 يوم من الزراعة للقطف، وزرعها على فترتين مختلفات ليضمن استمرار الإنتاج حتى نهاية الموسم. عندنا شفت زراعة الكوسة، الكوسة جميلة إنها بتنتج خلال 30-35 يوم بتنتج. طبعاً يوم تزرع الكوسة لازم تغطيها بالقرل، القماش الأبيض هذا يحميها من الحشرات ومن الفيروس، لأن إذا ما غطيتها تفيروس الشيرة، فلازم تحميها فترة لين الإنتاج. فخلال يعني شهر نشيل القرل عنها، خلاص يصير عندنا الإنتاج. بعدين نستخدم النحل نحن في تلقيح الكوسة، عندنا نحل عشان يكون طبيعي بدون مبيدات تلقيح الرش، لا نجيب عسل نحل يعني ونحطه في المزرعة ويصير تلقيح طبيعي. طبعا من ينتج تنتج الكوسة يعني تقص يوم هي ويوم لا، يعني يقول 6 أسابيع تقص وتنتج. يعني المحبس عندنا تقريبا 2000 متر مربع، 3 طن تقريبا. زارعين هني كوسة ما شاء الله 10,000 نبتة، مساحة 4,000 متر مربع. طبعا عمرها من بداية البذرة لين ما تنتج طبعا 32 إلى 35 يوم، وبعدين تنتج لك من 4 إلى 6 أسابيع، تقص يوم هي ويوم لا. طبعا نحن زيارتنا للمزرعة نشيك نشوف النبتة سليمة، هل تبه رش، هل تبه تنظيف من الحشايش، ساقينها عدل العمال، نشوف وضعها كامل. هاي الكوسة بطلنا القرل عنها، نشيك عليها نشوف فيها حشايش تبالها تعزيق، عمرها تقريبا 2 أسبوع. هاي الحشايش الضارة أشوف أن يبالها رش عبد الله، صحتها زينة الحمد لله. ومع اهتمامه بتلبية احتياجات السوق، حط سلطان نظام دقيق لتنظيم عمل العمال بحيث ينقسم يومهم بين أجزاء المزرعة صباحاً في جزء وعصراً في جزء ثاني. هالطريقة تضمن تواصل الإنتاج وتسويق المحاصيل بشكل منتظم، وتعزز من تواجد منتجات المزرعة بالسوق بشكل مستمر. يعني دائماً منحط الخطة، نقول العمال بيشتغلون العصر في كذا، الصبح كذا وكذا، يعني نحدد. في الأسبوع الطماط بيقص لك مرتين، فهاي 3 أيام، بيبقى عندك 4 أيام بتقص خيار وكوسة بتودي من بينهم، فبتوزع العملية القطف والتوزيع حق التسويق في الأيام السبع، وتكون عملية سهلة وتكون ملحق على الشغل كامل اللي عندك.
ومرت جولتنا على البيوت الشبكية النت هاوس اللي بدت كفكرة بسيطة طورها سلطان لتوفير بيئة مثالية للنباتات تحميها من حرارة الصيف وتقلل من تأثير الآفات. في هالبيوت الشبكية زرع سلطان الطماط والخيار على مساحة تمتد ل4000 متر مربع، ويعتمد في التلقيح على النحل اللي يساهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية. وكانت الفكرة أعمل فيها ورقيات، وزعتها من داخل على أساس أسوي ورقيات، والنت كان واطي يعني ارتفاعه 2.5 متر. ويوم زرعت نصحوني قالوا لي بما أن يعني عندك النت ازرع خيار، وزرعت خيار وما شاء الله صار كان جميل. جينا في الموسم قالوا يا أخي لو تزرع طماط أفضل، يوم زرعت طماط بعد جميل بس يحتاج يعني مساحة ويحتاج ارتفاع، فقلت خلني بسوي نت جديد، وسويت نت تقريبا مساحته 4500 متر مربع، وخليت ارتفاعه 5 متر، فالحمد لله فادني شتاء وصيف، وما شاء الله البذور اللي الحين ياسين يعني يبيعونها تتحمل حرارة في أنواع جيدة يعني، وزرعنا فيها وما شاء الله نجحت عندنا. هذا ما شاء الله طماط عندنا، طماط الدائري، زارعين مساحة 4000 متر مربع، تقريبا فيه 15500 سلة، إن شاء الله الإنتاج بيكون على 100,000 كيلو في السنة إن شاء الله موسم كامل. وهذا من يعني من الأشجار اللي تطول عندنا، نفس الباذنجان والطماط، زرعة واحدة الموسم كامل من شهر 10 لشهر 4-5. ننصح زراعة الطماط ما شاء الله نقطف فيها في الأسبوع 2-3 مرات ما شاء الله. وهالحبال لازم نحطها تعلق الشيرة فيها ونقعد ننزل، كل ما تطول الشيرة نلفها على الشيرة وتنزل، توصل يعني طول الشيرة 8 متر، وكل مرة كل ما ننزل نسحبها نخليها تمشي مع خواتها لين ما توصل للأخير ما شاء الله. ونحن نشيك الحين الشيارة تعزيق عزقة وحشايش، نتأكد أن الحشايش مش موجودة، ربطوا الحبال بطريقة صحيحة. عندنا هاي الحديدة خذناها وفرت معانا وايد شغل صراحة من العمالة ومن الوقت، كنا ننزل الطماط تعرفون شراء الطماط توصل 8 متر، فكل مرة تنزل الشيرة عشان ترد تلفها، قبل كانوا العمال يربطون الحبل ويردون يقصون مرة ثانية ويربطون الحبل بالثاني وينزلون، الحين هاي ساعدتنا كم تبى تنزل شبر شبرين وتلفها مرة ثانية خلاص وتشد ما بتنزل الشيرة ورد نعلقها، فتعلقها خلاص توفر علينا وقت، تبى ترفع ترد ترفعها بنفس الحكاية ها
ترفع وترد تستخدمها سنتين ثلاث نفس الحبل. وفرت ويانا بدل ما كل زراعة نكنسل ونسوي حبل ثاني، خلاص صارت الحبل الحين صار له سنتين عندنا وما شاء الله يمشي، بس نعقمه قبل الزرع ونحط نعلقه مرة ثانية. عندنا هذا الرول نحطه اللي نشيك عليه بين فترة وفترة، نشوف شو الحشرات اللي لصقت فيه، نشوف إذا البيت فيها حشرات ما فيها حشرات، بيبين هني من هي كافح تنجذب عليه الحشرات، ومنها نعرف شو الحشرات الموجودة عشان بناء عليه نقدر نكافح البيت. إدارة سلطان الدقيقة ظهر في جودة المحاصيل واستمرارية الإنتاج، حرصه على التخطيط لكل خطوة ومراقبة مراحل النمو وتطبيقه لأفضل أساليب الري والتسمين، خلت مزرعته نموذج للزراعة المستدامة مع إنتاجية وفيرة طوال الموسم. مزرعة سلطان تمتد على حوالي 33 ألف متر مربع، واستفادت من التكنولوجيا الحديثة بأنظمة مراقبة تتحكم بدرجات الحرارة والرطوبة داخل البيوت الشبكية. بهالجهود اللي بذلها سلطان السويدي صارت مزرعته مثال يحتذى به للزراعة الإماراتية المتطورة اللي تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا. تعلم من الأرض كيف تثمر بالصبر والرعاية، وحول هالتعلم لمزرعة تدعم السوق وتفرح العائلة وتحافظ على البيئة. قصته ذكرنا دوم بأن الأرض تعطي اللي يعطونها، ومزرعة سلطان هي نموذج حي لهالحقيقة، يفتخر بها ويعتز بكل خطوة كانت على درب الزراعة المستدامة في أرض الإمارات.